أواب الزبيري المصور الغائب هذه المرة عن ذكرى اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 مايو. الشاب الذي فارق الحياة أثناء نقله حرب الميليشيا وتحديدا في حي العسكري شرق مدينة تعز. في اليوم العالمي للصحافة، بينما العالم يحتفل بهذا اليوم، مدينة تعز يغيب عنها الشهيد أواب الزبيري وبقية زملائه الإعلاميين. أواب الزبيري الذي استشهد في حي العسكري وهو يوثق جرائم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وما زالت الميليشيا تستمر باستهداف كل من يوثق جرائمهم ضد هذه المدينة المحاصرة. لم يكن أواب سوى واحد ممن دفعوا حياتهم ثمنا لإيمانهم بمهمة نقل ما يدور للعالم من حرب ظالمة ضد هذه المحافظة. فأحمد الشيباني ومحمد اليمني وآخرون تعرضوا للقنص برصاص الميليشيا وفارقوا الحياة أو أصيبوا، بالإضافة إلى رفاقهم الذين يقبعون في معتقلات الميليشيا. يأتي اليوم العالمي للصحافة وتعز والصحفيين بشكل عام في تعز وفي الجمهورية اليمنية يعيشون أسوأ مراحل الحرية وأسوأ مراحل العمل وأسوأ مراحل الظلامية التي فرضتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. كما تعلمون أن الحرية لها ثمنها، وبالتالي قدم الصحفيون في تعز في ظل الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإجرامية قدموا ضحايا كثيرة، وأبرزهم كما تعرفون الصحفي محمد اليمني والزميل أحمد الشيباني وكثير من الزملاء الذين سقطوا في الجبهات. أسوأ السنوات تمر بها الصحافة هي هذه بحسب مختصين، حيث يكشف تقرير حديث صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود عن جانب من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الصحفيون والمصورون في تعز. رصدت منظمة الصحفيات بلا قيود 208 حالات انتهاك تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال العام 2016. توزعت هذه الانتهاكات بين 51 حالة انتهاك 51 حالة للتهديد، وشكل ما نسبته 4%، وشكل الاختطاف 35 حالة ما نسبته 16%. مخاطرة كبيرة يتعرض لها الصحفيون هنا من وقت إلى آخر في مهمة تغطية ونقل الأحداث، وما هذه المشاهد إلا جزءا يسيرا من حالة العداء لصحفي وعدسته. يتطلب نقل الأحداث يقظة بالغة، ولن تكون إلا في ظل بقاء عيون الصحفيين وعدساتهم مفتوحة، فبدونها سيبدو العالم غائبا عن كل ما يدور في تعز. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.